السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناتي شهيوات ووصفات ام هبه. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله ماسك للعنايه باليدين. معايا واحد الضيفه ام الفا كتصاوب هذه الوصفه واليوم غتقدمها لينا. اليوم بغات تشارك معكم هذه الوصفه ديالها. نبداو بسم الله. اليوم غنقدم لكم وصفه لتبييض الايدين والعنايه بهم، هي ايضا سهله جدا وبسيطه. اذا نحتاج الى العنصر الاول هو الياغورت. ياغورت طبيعي او الزبادي رائع جدا، يبيض ويحتاج على حمض اللافتيك، يرطب البشرة ويزيل الشوائب بكل سهولة. اذا لم تتوفروا على ياغورت يمكنكم تعويضهم بالحليب. احتاج الى بطاطس، بطاطا مسلوقة ومحكوكة في الحكاكة، هي ايضا عندها فوائد كثيرة. تتوفر على فيتامينات ومعادن وتعالج الجلد. نبدأ على بركة الله. بسم الله نبداو. نحتاج الى معلقه ديال الياغورت طبيعي. نخلطوا المكونات جيدا باش ينجز لنا الخليط. بسم الله نبداو على بركه الله. بغيتي تخلوها نص ساعه هكا، من بعد تبقاو ديرو بحال ما هكا قماج. بغيتي ديريها وتبقاي ديري على قماج من الاول ماشي مشكل. صافي دابا تخليها بحال هكا. دابا نخليها بحال ما هكا نص ساعه ونعاود نتلاقاو باش نديرو القماج. دابا غتخليها بحال هكا تدوز مده نص ساعه. صافي دابا بعد ما دارت هاد الماسك على يدها غتخليه لمده نص ساعه، عاد غدير ليه قماج هكا. بعد ما دازت نص ساعه دابا غنديروا القماش. غنبقاو نديروا ليه هكا بحال ما هكا مزيان. غنحركوا نديروا هكا بيدي حركات دائريه بصبعنا بحال ما هكا. نبقاو نديروا هكا هكا كمزيان هكا حتى كينشف، غير كيبقى ينشف غير بوحدو. صافي ملي كدير ليه هكا كتغسليه، كيتجمع داكشي ما كيبقى والو. دابا غتغسلي يدك؟ دابا غنغسل يدي بالماء دافي. دابا هانتوما بعد ما درنا الماسك ديال البطاطا، شوفوا معايا النتيجه. هذه النتيجه النهائيه، ها هو الفرق راه باين بعد ما غسلت الماسك اللي دارت. وطريقه الاستعمال كيفاش غنديروا ليه؟ كيفاش غنديروا كل نهار ولا بعد؟ غنديروه ثلاثه المرات، نداوموا عليه ثلاثه المرات في الاسبوع او مرتين على حسب الوقت، ولا شي ثلاثه ولا جوج على حسب. طريقه الاستعمال هذا الماسك كنديروه جوج ديال المرات او ثلاثه في الاسبوع على حسب الوقت. كنتمنى الوصفه ديالي تعجبكم وشكرا. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم ديروا لنا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.